أنا جد سعيد أني دخلت في قائمة إحنا الأبطال، دخلت في تاريخ الجزائر. وأنا جد سعيد كذلك أني زرعت الفرحة في الشعب الجزائري وكل المسلمين والعرب. أنا جد سعيد كذلك أني انتصرت وعملت وضبط، حققت اللي كنت باغيه والخير مازال إن شاء الله. أنا جد سعيد كذلك لأنه بعض المسؤولين في الجزائر، الحكومة الجزائرية تعطيهم أمانة، تعطيهم مسؤولية حتى يدعموا الرياضي باش يقدر يفرح الجزائريين في الألعاب الأولمبية، ولكن للأسف المسؤولين هذو خيبوا ظن الجزائريين وخيبوا ظن الحكومة الجزائرية. ولكن الحمد لله، ونختم الفرصة كذلك فوز تعيين هدير جميع الرياضيين اللي شاركوا هنا في الألعاب الأولمبية، هذا بذاته يعتبر إنجاز. وصلوا للمشاركة في الألعاب الأولمبية بالتلاعب بعض المسؤولين، بالتلاعب بعض يعني رغم أن الحكومة الجزائرية الدعم اللي تمدوا للرياضي الجزائري، الدعم اللي تمدوا للرياضة الجزائرية، الدعم اللي تمدوا حتى الشاب الجزائري والرياضي الجزائري يرفع العلم في المحافل الدولية، من بعض المسؤولين من مقدم لهم هذه المهمة يتلاعبوا بهذه المهمة، ما يقوموش بالواجب على أتم على أتم على أتم كما قلنا على أتم المعنى. إن شاء الله من القدام إن شاء الله يفيقوا شوية، لأن هذه الألعاب الأولمبية والبطولات تعتبر كما قلنا زجاجة تاع العرض تاع الفيلان. أود أن أسألك، لم نشاهدك سعيد جدا، لم تحتفل بطريقة كبيرة، هل كنت تود الذهب؟ طبيعة الحال كنت حاب نحاول حبيت أن نحافظ على اللقب تاعي، لأنه السباق ما كانش يعني صعب ولا فهمت كيف، كان يبدو في متناولك. نعم، ولكن للأسف هذه المسابقات، هذه المقابلة ما تقدرش. لما نقول سباق تكتيكي، هذا كان تكتيكي إلى أبعد الحدود، 53 تقريبا توقيت سيدات. نعم، لكن تلعب في الأمطار الأخيرة، في الأمطار الأخيرة نلعب. الحمد لله أنا راضي، يعني وفقني ربي سبحانه وحقق الميدالية. أبطال كثار مثل كيبروب للأسف، عبد العاطي إلى إيكيدار، يعني أبطال اللي كانوا مرشحين يفوزوا وما فازوش. هذه الحمد لله أنا وفقني ربي وحققت هذه الميدالية وعطاني القوة، راضين بها وإن شاء الله الشعب الجزائري يكون فرحان. والإنجاز هذا فقط تاع ميداليتين، تاع الميداليتين هذا ما حققتهم الآن، لحق الشعب الجزائري كله يفرح، كل المسلمين، كل العرب، إلا المسؤولين عن الرياضة في الدولة الجزائرية، لأنهم خيبوا ظن الشعب الجزائري، خيبوا ظن الحكومة الجزائرية، لأنه كما قلت قدموا لهم مسؤولية وما قاموش بالواجب، تلاعبوا، خرقوا العراقيل، كأنهم قاعدين يلعبوا مع، يعني قاعدين كيف نقول احنا ماهمش قاعدين يعني المبتغى تاعهم ماهمش حابين يطوروا الرياضة الجزائرية ولا يصنعوا إنجازات ولا ينوضوا بالرياضة الجزائرية. توفيق، شكرا لك، شكرا. إذا توفيق يبدو بأنه بإنجازه هذا يريد أن يقول بأن تحذيره، بأن تحذير الرياضيين الجزائريين على غرار العربي برادة الذي ذهب في نفس السياق. طبعا نتمنى أن يحمل المستقبل أشياء جميلة، خصوصا بأن هناك جيل، هناك شباب كثيرين في الجزائر يطمحون ويمكن بإمكانهم أن يحققوا إنجازات أكثر مما حققه، لأن توفيق مخلوفي هو في حقيقة الأمر بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة مع الأسف. شكرا جمال. إذا نتواصل أيها الأعزاء مع المنافسات. طبعا توفيق مخلوفي كان له قيمة كبيرة أنه